أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى أنصارك المستشهدين بين يديك. ما خاب من تمسك بكم أمنا، من لجأ والتجأ إليكم سادتي. طبتم وطابت الأرض التي فيها، دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما. فيا ليتنا كنا معكم، ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم، كربلاء يمحي الزوار يا أبو علي. سلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. قوم الذين بنوا على هام العلا، قوم الذين بنوا على هام العلا بيتا يزاحم حجمه كيوانا هذا، وهم أعيان كل قبيلة في الناس. لما عددوا الأعيان واليوم أسأل عنهم الخيل التي صارت صدورهم لها ميدانا. تقول له يا حسين لو بيدي الأمر كان بنيت على قبرك بيت لحظة. أويلا يا خويا المات عطشان ولعبت عليه الخير ميدان. واليوم أسأل عنهم الخيل التي صارت صدورهم لها ميدانا. واليوم أسأل عنهم البيضة التي صارت نحورهم لها تيجانا. واليوم أسأل عنهم السمر التي صارت رؤوسهم لها أجفانا. أحسين سلواني علي محرم، إذا مات أحد الأشخاص أحباؤه يبكون عليه، ولكن يسلون بعد شهر بعد شهرين بعد سنة، لكن زينب تسلو من بعد الحسين. أحسين سلواني علي محرم، إن صح بعد فقدك السلوانا. ب
بالأمس خدرك ما جرى بكل البرية، واليوم صار اسمك يا زينب خارجية. أسمع يا زينب من هل الكوفة الملاعين يقولون هالنسوة كفر ما هم مسلمين، ذولا خوارج ثايرة عن ملة الدين، والله عجب ما تسيخ بيهم هالوطية. الله يا هالبيت النبوة والإمامة، والما مثلكم في الفصاحة والكرامة، اش حالهم بين العدة تمشون حسرة بذل حالة، وين الصناديد واللي يقروم الهاشمية. قالت على الرمضة بقوا من غير دفان، متوسدين على الثرى والسقف يجفان، واسف عليهم والأسف ما يبرد أجفان، شبان كلهم ما يهابون المني. لما أدخلت السبايا جاءوا العشائر إلى ذلك اللعين، قالوا له قتلت الرجال فأعطنا النساء. فهذه الناس تتصفح وجوههم، قال لكم هذا، إجت كل عشيرة وأخذت نساءها إلا زينب تلتفت يمنة ويسرى. شاف الإمام قال لها زينب عم زينب ما لي أراك تلتفتين يمنة ويسرى، قالت شمال أهلنا ما لفون. يا ابن أم شلون شمال أهلنا ما لفون ما لفون، وبديار غربة ضيعون يا وبديار غربة ضيعون. لكنما الأمر لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين، وثبتنا على حب وولاء أمير المؤمنين، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. رحم الله من عادها ثانية وثالثة. اللهم صل على محمد وآل محمد. في هذه الليلة هنالك مناسبتين، المناسبة الأولى يا ذكرى استشهاد أولاد مسلم ابن عقيل صلوات الله عليهم أجمعين، وكذلك مناسبة سلمان المحمدي رضوان الله عليه. في هذه الليلة نتحدث حول أولاد مسلم صلوات الله عليهم. الظلام التي قد جرت على أهل البيت عليهم السلام لها أساس في عالم من العوالم، ولها ذكر مسبق في هذه الدنيا. لذا الظلام التي جرت على أهل البيت مو قهرية، لأنه تارة الإنسان يظلم قهرا لا يستطيع أنه يصد عن نفسه، ولكن أهل البيت عليهم السلام يعلمون أنهم سيظلمون صلوات الله عليهم، وقادرون على رد الظلم، ولكن هكذا جاء أمر الله تبارك وتعالى. أساس ما جرى من المصائب والبلايا هو في ذلك العالم لما نادى الله تبارك وتعالى، أو نادى منادي الحق
ألست بربكم؟ فأجاب رسول الله صلى الله عليه وآله وقال بلى. فشع نور من إجابة رسول الله محمد. شع ذلك النور، ومن بعده أجاب الأئمة والأنبياء والمرسلين وكل من آمن بالله تبارك وتعالى. ثم نادى أحد الأعداء وقال نعم. في اللغة العربية إذا سئلت بالنفي يجب أن تجيب ببلى. إذا سئلت مثلا ألست بعلي، مثلا إذا واحد قال بلى يعني أنت بعلي، لكن إذا قال نعم يعني لست بعلي. إذا أجبت بنعم معناته تنفي. فنادى أحد الأعداء نعم يعني لست بربنا، فخرج الظلمة فنادى منادي الحق يا آل محمد من فيكم يزيح هذه الظلمة ولا يكون ذلك إلا بتحمل الأذى؟ فأجاب الحسين صلوات الله عليه، فكان ما جرى في كربلاء مصداقا لتلك الإجابة في ذلك العالم. وظلامة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين قد ذكرت، رسول الله قد ذكرها. يوم من الأيام كان علي بن أبي طالب مريض صلوات الله عليه، فدخل عليه اثنين من الصحابة فعقبهم رسول الله يعني جاء بعدهم، فرآهم يتكلمون ويقولون أن علي بن أبي طالب سيلاقي حتفه ويلاقي الموت بهذا المرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا فلان ويا فلان اعلما بأن علي بن أبي طالب لن يموت بهذا المرض، وإنما يقتل في محرابه صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك هذه الظلامة التي جرت على أهل البيت بأبيهم وأمي كانت مخبرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يخبر بها. وتمر علينا مناسبة بهالشهر ذكرى استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله، وتسمعون الخطباء بأن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر بهذه الظلامة للسيدة الزهراء، للإمام علي، للإمام الحسن، للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ما منا إلا مقتول أو مسموم، ولكن لماذا هذه الظلامة التي جرت على أهل البيت؟ الظلامة التي جرت على أهل البيت سببها عدة أسباب، ولكن إحدى الأسباب الحسد لأهل البيت عليهم السلام، لأن أفضل الخلق هم محمدا وآل محمد. اللهم صل على محمد. الأعداء حسدوا أهل البيت على هالمنزلة وعلى هالمقام هذا، فكان ناتج هذا الحسد الظلم والجور على أهل البيت عليهم السلام إلى أقصى درجة، مثل ما يذكر ابن أبي الحديد المعتزلي شارح نهج البلاغة يذكر هذه القضية. يقول أكو أحد العلماء كان في بغداد وكان يريد أن يذهب إلى الشام، فراح إلى الشام ثم رأوه مرة أخرى في بغداد، سأل قال لماذا أراك في بغداد وأنت عزمت على أن تذهب في الشام، فهل أنت راجع إلى الشام؟ قال لا ما أرجع إلى الشام. لماذا؟ قال له لأني رأيت من الظلم والجور على أهل البيت عليهم السلام ما لم أره قط. ماذا رأيت؟ قال لما نزلت بالشام شفت بأنه ما أكو واحد يسمي حسن، حسين، علي، فاطمة، هذه الأسماء مفترض تسمى، شفت ما أكو واحد يسمي بهالأسماء هذه. فيقول قلت المشكلة لعله بهالمنطقة هذه، رحت إلى منطقة أخرى. قلوا أنا بالطريق وصلت إلى هالمنطقة هذه، يقول شفت شايب جالس على دكة الباب، قلت له يا عبد الله تسقيني شربة من الماء؟ قال لي بلى تفضل. يقول جلست شفت التفت نادى بأبنائه حسن وحسين، يقول أنا شوية استأنست، يتبين بأنه موالي، يظهر بأنه موالي لأهل البيت عليهم السلام،
فقلت له يا عبد الله لماذا هذه الأسماء مهجورة عندكم؟ ماكو واحد يسمي بها الأسماء هذه. قال لي بل مهجورة هذه وماكو واحد ولا أحد يسمي بها الأسماء. قال لي بس أنت مسمي بها الأسماء حسن وحسين، أسميتها حبا وكرامة لأهل البيت عليهم السلام؟ قال لي لا، وإنما أسميتها أو أسميت أبنائي بهذه الأسماء لكي أتجرأ عليهم، يعني سميت حسن وحسين حتى أستطيع أن أسبهم وألعنهم لأنهم أشقياء. إلى هذه الدرجة وصلت الظلام لأهل البيت عليهم السلام، إلى هالدرجة هذه. إذا ظلامت أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين كانت مخبرة وأهل البيت يستطيعون على ردها، ولكن هكذا قضاء الله وأمر الله جل وعلا. وإلا لا تحسب الإمام ما يستطيع أنه ينتصر، ولا تحسب أن الإمام أنه لا يعلم بأن هذا السم، يعلم الإمام بأنه هذا السم. وأكو بعض الأئمة قدم إليهم السم قرابة 4 مرات والإمام ما يأكل منه، ولكن حينما يأتي أمر الله تبارك وتعالى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ومن صور هذه الظلامة هي ظلامة أولاد مسلم بن عقيل. أولاد مسلم بن عقيل اللي بقوا في كربلاء هم 3، أحمد وإبراهيم ومحمد. اللهم صل على محمد وآله. إبراهيم ويا محمد كانوا من السبايا وهم المقصودين بهالليلة. أحمد لا، فر على وجهه وقضية مفصلة وطويلة، وكان خادم إلى أن صار خادما عند جماعة من العرب، ولما طلع المختار الثقفي أراد أن يلقى قضية مفصلة ما ننقلها بهالليلة. هذه مناسبة هالإثنين هؤلاء إبراهيم ومحمد، هؤلاء الذين جاءوا بهم إلى قصر ابن زياد، وابن زياد أمر بأنه أمر السجان بأن يضيق عليهما وقال له من طيب الطعام لا تطعمهما ولا تعطيهما شرابا كثيرا. صار يضيق عليهم هذا السجان لمدة 1 كاملة هم على هالحالة، قرص خبز ويا ماء قراح يأكلون باليوم هذا لمدة 1 كاملة 360 يوم. إلى أنه التفت واحد منهم على الثاني قال له أخي كأن المنية قد قربت منا فاستعطف السجان، احنا طولنا بهذا السجن وهؤلاء إذا قتلوا الحسين شلون بيرحموننا، احنا ناسينا بهذا السجن، استعطف السجان. قاموا 2 هم لهذا السجان قالوا له يا هذا أتعرف رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال لهم وكيف لا أعرفه وهو نبي وشفيعي في يوم القيامة؟ قالوا له أتعرف علي بن أبي طالب؟ قال وكيف لا أعرفه وهو إمامي يظهر أنه موالي؟ أتعرف مسلم بن عقيل؟ قال لهم نعم أعرفه. قالوا له نحن أبناء مسلم بن عقيل فاستعطف علينا شوي خفف علينا. انكب عليهما قال في الليل هذه الليلة أفتح باب السجن وتطلعون أنتم من السجن، متى أردتما أن تذهبان أن تخرجان فاخرجا من هذا السجن. جن الليل عليهم فتح باب السجن طلعوا صاروا يهيمان على وجوههما إلى أن التقوا بامرأة، على اختلاف الروايات أنه امرأة لقتهم أو أنهم لقوا هذه المرأة. شافوا امرأة واقفة على ضفة النهر أتوا إليها أتجيريننا في هذه الليلة سواد هذه الليلة نحن أبناء رسول الله أبناء مسلم بن عقيل؟ قالت لهم أنا جارية أوديكم المولاتي. ودتهم المولاتها طلعت هذه موالية لأهل البيت عليهم السلام، أجارتهما تلك الليلة أفرغت لهم دارا وصاروا فيها إلى أن جاء زوجها. زوجها كان لعين معادي لأهل البيت عليهم السلام، جاء وهو يتنفس الصعداء يتنفس سريعا. قالت له ما لي أراك تتنفس هكذا؟ قال أجهدت نفسي وأجهدت فرسي في إيجاد هذين الصبيين أولاد مسلم بن عقيل ما استطعت. هي قامت ترجف. قالت له وما فائدتك من هذا؟ قال لها جائزة الأمير
قالت له جائزة الأمير مقابل خصومة رسول الله صلى الله عليه وآله، يكون خصيمك رسول الله في يوم القيامة. وهو قاعد يتكلم وياها سمع همهمة في الدار، صار يتحسس إلى أن وصل إلى ذيك الغرفة، دخل عليهم في تلك الغرفة، رآهم كل واحد شابق الثاني ومتلحفين يريدون ينامونها، أيقظهما: من أنتما؟ قالوا: إذا هذه موالية خزوجها موالي بعد. قالوا له: نحن أبناء مسلم بن عقيل. قال لهما: ذهبتما من الموت وهربتما من الموت ووقعتما عليه. صار يجرهما وهي تنادي ومصيبتا، صار يجرهما إلى أن وصل إلى نهر الفرات، أمر عبده أن يقتله أن يقتلهما. جاء ذلك العبد إليهما شاهرا سيف أراد أن يقتلهما. قالوا له: يا هذا، ما أشبه سوادك من سواد مؤذن رسول الله، أو تعرفان رسول الله؟ قالوا: كيف لا نعرفه ونحن أبناؤه. رمى السيف من يده، أمر ابنه، جاء إليهم قال له، قالوا: لا نخاف على شبابك من نار جهنم. قال لهم: لماذا؟ قالوا له: بأننا أبناء مسلم بن عقيل. رمى السيف من يده، قال له أبو: أو تعصيني؟ قال له: لا طاعة لك في معصية الله. قال: لا فرار من الموت يا هذا. أخذ السيف بيدي أراد أن يذبحهما. قالوا له: ارحمنا لصغر سننا. قال لهم: ما جعل الله في قلبي من رحمة، ارحمنا لقرابتنا من رسول الله. قال: لا حبا ولا كرامة. قالوا له: بعنا في السوق وانتفع من أموالنا واجعلنا عبيدا. قال: لا، إنما أذبحكما. قالوا له: اذهب بنا إلى ابن زياد حي وهو يتصرف بنا. قال: لا، إلا أن أقطع عنقيكما. شهر السيف. قالوا له: أمهلنا نصلي ركعتين لله، ما خليت نصلي صلاة الصبح. جاءوا توضأوا من نهر الفرات، صلوا ركعتين لله، زادوا عليها ركعات. جاء إليهما: أخيركما من أقتل أولا؟ قال الكبير: اذبحني قبل المدلل. الله أكبر. حينها أخذ الكبير شاهرا سيفه، ضربه على عنقه حتى خلبه بدمائه، وويلاه. انكب الصغير على الكبير، ويلي يبكي العضيد على عضيد، ودفع القضى ما كان بيده بيده. انكب على أخيه صار يمرغ خده بدماء أخيه الأكبر، وكأن ذلك يخاطبه، يقول له: لعل الله تبارك وتعالى يجيرك من القتل وترجع إلى أمي. قل أمي بعد تقطع الظن، وقل هالولد ما يرجع لنا. بعد ماكو أملها. آجركم الله ما زال على أخي. قل له: وقفاه وقفاه، كنت مرتاح بالخوان. أولي وقفاه ويعدلون الحمل لو زاح، وقفاه وقفني الزمان شلون، وقفاه على نعش الأخ والراح من دي، يا على نعش الأخ والراح، يا من دي، يا وتلك المرأة تنادي ومصيبتها تنادي: قولوا البني هاشم يحضرون، لولادهم قبل يموتون. أجركم الله ما أمهله، جره شاهرا سيفا،
ضرب الصغير على عنقه حتى خضب، أين المنادون ومصيبته؟ آجركم الله، أتى برأسيهما كأنهما فلذت قمار، وضعهما في طشت غطاه بمنديل، أتى إلى ذلك اللعين وضع الطشت أمامه، قال له ما هذا؟ قال اكشف هذا الطشت. كشف المنديل وإذا برأسي لأولاد مسلم بن عقيل. قال له يا لعين ماذا قالوا لك؟ قال له قالوا لي ارحمنا لصغر سننا، ارحمنا لقرابتنا من رسول الله، بعنا في السوق وانتفع من أموالنا، وماذا صنعت؟ قال له ما أمهلتهم حتى قطعت عنقهم. أجركم الله. أمر ذلك اللعين برجل وأمره أن يقطع رأس هذا اللعين في المكان الذي قتله، قتل فيه الصبيين. لكن أقول تخف الهموم، ما مات مثل حسين مظلوم. أبناء الحسين، تقول الرواية أكو 70 طفل وطفلة، منهم من مات عطشا ومنهم من مات سحقا بالخيل. لما أحرقت الخيام خرجنا النساء والأطفال، خرجت زينب تنادي أدركنا يا حسين، إن كنت حيا فأدركنا وإن كنت ميتا فأمرك وأمرنا إلى الله. فرت بنت الحسين، لحقها أحد الأعداء أراد أن يسلبها قرطيها، ما استطاع أن يمسك بها، رفع رمحه ووكزها على ظهرها. آجركم الله. زينب تخاطب هاللعين تقل ما تراقب البار، ذوبت من الفات تضرب الطفلة، وثلاثة أيام ما ضاقت الزاد. أويلي تضرب الطفلة وثلاثة أيام ما ضاقت الزاد، قلها حشمي كلها ليش قالت هلي عني بعاد. شاوين أهلك يا زينب؟ قالت هلي بعيدين عني ولا يجوني، ولا ظنتي يدرون بي ويتركوني، أنا عتبي على البلغاضرية ضيعوني، يا عتبي على البلغاضرية ضيعوني.